بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، السادة الحضور مدراء البنوك ورجال الأعمال العاملين في البنوك، والسادة مندوبي وممثلي الدول العربية المنضمة في الاتحاد العربي للتحكيم، وأرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، راجيا لحضراتكم التوفيق والنجاح في جل أعمالكم ومهامكم، كما أرجو الله أن يكلل عملنا في هذا اليوم الذي سيلقي عدد من زملائنا الضوء على قضايا تحكيمية. هذه القضايا تتعلق بدءا من التحكيم وبدءا من الإجراءات والقرار والهيئات والقرار التحكيمي وما إلى هنالك من متعلقات في قضايا التحكيم، سيلقيها زميلنا الدكتور أحمد شتا رئيس محكمة الاستئناف والمحكم الدولي المعتمد، وهو عضو ونائب رئيس المحكمة في جنيف سويسرا، وسيلقي أيضا عدد من الزملاء الآخرين في المجال البنكي وفي المجال المصرفي غير المالي. طبعا يسعدني ويشرفني أيضا أن نكون مع معاليكم وحضراتكم في مصر العروبة، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر التي كانت عبر الأزمان ملتقى الفكر المتوهج والقامات العلمية في مختلف الاختصاصات التي أثبتت وجودها على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك لجذب الاستثمارات المتنوعة العربية والأجنبية، وهذا الأمر أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بأن استثماراتهم وأموالهم في أمان مطلق طالما أنهم قدموا إلى مصر أو إلى أي من الدول العربية الأخرى التي عملت على أن تكون الحاضنة القانونية لنظر مختلف النزاعات ذات الطابع الاقتصادي، وطبعا من ضمنها المنازعات المالية المصرفية وغير المصرفية، وإحالتها يكون نظرها إلى التحكيم وإلى الوساطة والتوفيق باعتبارهم الوسائل أو الوسيلة الودية لفض المنازعات التي قد تنشأ فيما بين رجال الأعمال والمؤسسات والشركات وحتى الدول. وقد عملت معظم دول العالم على قوننة التحكيم نظرا لأن التحكيم أضحى ضرورة ملحة بل لغة العصر لفض المنازعات، وهذا الأمر ينسحب على مختلف دول العالم على اعتبار أن التحكيم له من المزايا العديدة التي تسهل العمل لأطراف النزاع، منها السرية المطلقة للحفاظ على السرية المطلقة فيما بين الأطراف المتنازعة كي لا تنفضح أمور أو علاقات أحد الأطراف أمام الآخر، وبالتالي قد يحجم العملاء والزبائن عن التعامل مع هذه الشركة لعلمها بوجود نزاع معين، إضافة إلى العلنية، إضافة إلى السرعة في إنجاز وفي إنهاء النزاع، إضافة إلى أن الكلفة قد تكون أقل بكثير، طبعا كل ذلك مقارنة مع التقاضي، وأهم من كل ذلك هو أن القرار التحكيمي يصدر بشكل قطعي بات أي مبرم،
وبالتالي هنالك إجراء بسيط هو إكسائه صيغة التنفيذ ووضعه حيز التنفيذ ليصار إلى تنفيذ القرار التحكيمي، طبعا باستثناء دعاوى البطلان لجهة الشكل دون التعرض للموضوع. فهذا الأمر أدى إلى أن يتم تكثيف العمل والاهتمام بالتحكيم. وها نحن في دولنا العربية، أقول بصراحة نحن في دولنا العربية قد حضرنا إلى هذا الخضم، ولو كنا قد حضرنا متأخرين إلا أننا حضرنا، وهذا بصراحة أقول بجهد كبير جدا ومتميز من معالي السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، الذي أعطى كل جهده لأن يظهر هذا الاتحاد إلى النور. وقد التقت إرادة الأطراف التحكيمية العربية في عدد من الدول العربية، وتم تأسيس هذا الاتحاد عملا طبعا بتوجيهات والقرارات الصادرة بدءا من الجامعة العربية وقبلا من القادة العرب، لأن التحكيم أصبح لغة مهمة جدا في فض النزاعات، وأن معظم نزاعاتنا العربية أو العربية الأجنبية تذهب إلى دول أجنبية، وغالبا وللأسف طبعا وغالبا ما تبوء بالفشل. ولذلك كرسنا وقتنا وجهودنا، وأنتم معنا أيها السادة الزملاء من الدول العربية والزملاء الحاضرين، لنعمل على أن يأخذ هذا الاتحاد دورا مهما جدا في التحكيم، وأن نحد إلى حد كبير من إحالة النزاعات إلى الجانب الأجنبي، وأن نعمل معا، وسنعمل بإذن الله معا في هذا الجانب. إضاءة بسيطة، أننا خلال السنة وعشرة أشهر الفائتة من بدء تأسيس الاتحاد وحتى الآن أنجزنا الكثير من الأعمال من لوائح وأنظمة وقواعد قانونية للمحكمة العربية للتحكيم ومركز الوساطة وعدد من الإنجازات أو التي تنبع أو تؤسس إلى هيكل الاتحاد ليكون فاعلا. وقد لمسنا فاعلية اتحادنا مؤخرا من خلال الرؤية التي لمسناها من عدد من الهيئات التحكيمية الأجنبية، والتي اطلعت على إنجازنا العظيم وباركت لنا هذا الإنجاز والقواعد التي أسسناها والتي سنعمل عليها معا مستقبلا، هي قواعد متميزة وتضاهي أو بل تفوق في بعض الأحيان أو في بعض المواد القواعد الموجودة في الICC أو الإكسيد أو اليونسرال أو وهكذا من الهيئات التحكيمية الأخرى. وعلى أثر ذلك لاحظنا وتم الاتصال معي ومع الأستاذ سامح عاشور من خلال عدد من الدول الأجنبية وفي مقدمة الصين، وقد ورد إلينا من الصين عدد من الأخوة الصينيين ومعهم أحد الزملاء العرب، وعملوا وأبرموا معنا بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى، وتم دعوتنا، دعوة معالي السفير محمد والأستاذ سامح ودعوتي، على أن نذهب إلى الصين قبل نهاية هذا العام لتوقيع البروتوكول النهائي مع حكومة الصين. كنا أولا عملنا البروتوكول مع جنوب الصين مع شينزن وكوانزو، الآن سنذهب لتوقيع البروتوكول بأحرفه النهائية أو بصيغته النهائية مع ولإحالة كافة النزاعات في عموم الصين، وأنتم تعلمون ما هي النزاعات في الصين. إضافة على أنه اتصل فينا وفي أخي الأستاذ سامح عدد من الزملاء من إيطاليا ومن إسبانيا ومن سويسرا أيضا ومؤخرا من بريطانيا، والجميع يرغب في إجراء التعاون وإبرام بروتوكولات تعاون مع اتحادنا، لما رأوه من عمل جاد وعمل طبعا مضني
تعرضنا له وكلنا عملنا من أجل هذا الاتحاد، سنعمل معا جميعا. وأتمنى طبعا في هذا اليوم وفي هذا الملتقى العلمي القانوني أن نلقي الضوء على أيضا موضوعا مهما جدا، وهو المنازعات المالية أو التحكيم وأثره على المنازعات المالية المصرفية وغير المصرفية كسوق المال والتأمين والتأمين التكافلي التأمين التأجير التمويلي والمشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر والتخصيم والتوريق إلى آخره. فهذا الجانب يحتل من 60-70% من توتال حجم الاقتصاد، وأنا أقول في مصر للمؤسسات المالية غير المصرفية. أتمنى أن نوفق وأن نصل في هذا الملتقى إلى نتائج إيجابية، وشكرا جزيلا.